اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. مدرب الوداد يضيف هذا المدافع لتشكيلته. استقر الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي على الدفع بالمدافع الإيفواري شيخ كومارا في التشكيلة الأساسي لمواجهة خريبكا بعد غد الأحد على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في الدوري المغربي. وشارك كومارا في التشكيلة الأساسي لمباراة الفريق البيضاوي أمام الماس يومه الأربعاء، وأظهر اللاعب الإيفواري أداء جيد للغاية رغم ابتعاده لفترة طويلة عن أجواء اللعب بسبب الإصابة ليحجز أمين فرحان مكانه. وعلمنا أن الركراكي سيشرك كومارا على حساب أحد المدافعين أشرف داري الذي لم يلعب أمام الماس، أو أمين فرحان الذي غادر تلك المباراة مصابا في الشوط الثاني. وتمثل عودة كومارا دفعة هائلة للوداد قبل ملاقاة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا نظرا لما يمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.